جميل. نقول تاني طول ظهره لمين؟ 6600 حوالي 7000 يعني حوالي 7000 كيلو. يعني معناها ايه؟ معناها ان ربنا بيحبنا حب رهيب. لما نقطة المية تنزل كده من السماء وربنا ييسر لها الامر ويسهل لها الامر كده، تفضل ماشيه الاف الكيلومترات وتيجي كده تتجمع. قلنا التلتين من سوريا وتركيا كذا، وتقول في النيل الازرق تلتين، وفي النيل الابيض السودان بقى بالخرطوم يبقوا فرعين اتنين، بدل ما هم عشرات الفروع بقى فرعين اتنين. النيل الابيض اللي جاي من الدول الجنوب اللي هو التل، والنيل الازرق اللي هو جاي منه الايه؟ التلتين، يتجمعوا عند الايه؟ عند الخرطوم.